أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نناقش تأثير جميل في الفوتوشوب، ألا هو تأثير الزجاج المائي أو ما يسمى بالإنجليزي White Glass Effect. طبعا هذا التأثير منتشر بشكل كثير عند السوشيال ميديا وطبعا عند المصورين، وأغلب هذه الصور هي تأثير فوتوشوب وليس صور حقيقية. وطبعا راح نتعلم كيفية عمل تأثيرات مشابهة لهذه التأثيرات طبعا، وأيضا بنفس الطريقة طبعا نقدر نعمل ألوان أخرى، يعني مثلا إذا لاحظ هذا التأثير هنا فقط طبعا مغيرين اللون، وراح نتعلم كيفية التلاعب بالألوان. مثل ما نلاحظ هنا اللون مختلف عن مثلا هذا اللون أو عن هذا اللون مثلا أو مثلا عن هذا اللون، أو إذا ننزل بالأسفل ممكن نشاهد ألوان أخرى مثلا بهذه الطريقة، هنا الألوان تكون مختلفة. كل هذه الأمور هي نفس الفكرة، فقط التلاعب بالألوان. طبعا فكرة هذا التأثير هو صورة رئيسية وإكساء للماء. طبعا راح نضيف طبقة جديدة أو راح نستنسخ الصورة الرئيسية حتى نقارن بها، وطبعا الفكرة أيضا هي إضافة بلور، لابد أنه نضيف بلور تغويش للصورة الرئيسية طبعا من خلال فلتر بلور كاسينج بلور، ونختار قيمة مثلا ولتكن 10 أو 5، يعني الآن مثلا يصير عندي تغوش، مثلا ممكن نختار 10 لا بس أوكي. بعد ما صار عندي تغويش مثل ما نلاحظ، نجي على الصورة الرئيسية اللي بيها تغويش، نضيف فوقها الإكساء، طبعا نجي نستنسخ هذا الإكساء ونخليه بالصورة الرئيسية، طبعا راح نخلي حجمه على نفس حجم الطبقة. بعدها راح نغير الدمج إلى هارد لايت، طبعا راح نختار هارد لايت، راح يتغير الدمج. إذا لاحظ أنه بهذه الطريقة عندنا هنا حمار زيادة بالصورة، وحتى نعالج هذا الحمار أو نضيف إضاءة أو نعالج الألوان عندنا عدة طرق. من ضمن هذه الطرق عندنا اللي هي الفيبرانس، والفيبرانس طبعا لابد أنه نخليها على الطبقة الخاصة بالإكساء هذا وليس على الطبقة الخاصة بالمودل. طيب شو نخليها فقط على الإكساء؟ من خلال نضغط كليك أيمن ونختار كليبينج ماسك. كليبينج ماسك راح تكون فقط على الإكساء. طيب نجي نضغط دبل كليك على الطبقة، طبعا عندنا هنا الفيبرانس، نجي إلى الفيبرانس راح نسحبه إلى اليسار، طبعا إذا أريد نزيد اللون الأحمر إلى اليمين، وإذا أريد نبرد يعني الألوان إلى اليسار، إذا أريد يعني نخليها حارة تكون إلى اليمين، نختار في قيمة معينة وليكن بهذه الطريقة. إذا لاحظ هنا شوف الألوان شلون كانت والألوان شلون صارت، ممتاز. الآن راح نضيف ليفلز طبعا حتى نزيد من الإكساء، نضيف ليفلز حتى نزيد اللون الأسود واللون الأبيض، نسوي توازن من خلال ليفلز، وأيضا الليفل راح يكون على الإكساء وليس على الملف بشكل كامل. شلون نخليه فقط على الإكساء؟ نضغط كليك أيمن كرييت كليبينج ماسك، طبعا راح نتحكم بالنسب، مثلا هنا نخلي اللون الرمادي بهذا اللون أو الأسود والأبيض بهذا اللون، ونتحكم ممكن ب اللون الرمادي، طبعا الأسود يكون ممكن بهذه الطريقة، وطبعا الرمادي يكون بهذه الطريقة، والأبيض ممكن يكون بهذه الطريقة بهذا المقدار. يعني طبعا ذوقيات، يعني الموضوع ذوقي، كل واحد يختار النسب اللي يشوفه مناسب. يعني مثلا هيك كان وهيك صار، تحس انه الألوان يعني اكثر صارت مشبعة وتحس الماء صار اعمق. شوف هنا يعني باردة الصورة، هنا تحس الألوان اعمق. طبعا ممكن نتحكم بالألوان، يعني مثل ما تعلمنا هنا قلنا هذا مثلا أو هذا الشيء أو هذا الشيء، يعني شلون نغير باللون حتى يصير بنفس اللون اللي احنا نريده. طبعا راح نضيف كيرف، نجي إلى adjustment layer ونضيف كيرف بهذه الطريقة، وطبعا نجي هنا عندنا red green blue، نجي نتحكم بهذه الألوان الثلاثة red green blue. مثلا راح أجي للبلو، راح أصعد شوية، إذا لاحظ صار بهذا اللون اللي هو اللون الأزرق. ممكن نجي إلى الجرين، ممكن صعد اللون صار باللون الأخضر. ممكن نجي إلى الريد، ممكن صعد اللون أو ننزله شوية، أو يعني نتحكم باللون اللي إحنا نشوفه مناسب. مثلا ممكن الجرين ينزل شوية يصير بنفسجي.
وهكذا نتحكم بالألوان اللي إحنا نشوفها مناسبة من خلال الطبقات الخاصة بالشنلات الألوان الـ RGB طبعاً اللي هي Blue, Red, Green. إذا لاحظ أنه الطبقة اللونية اللي ضفناها شوف هيجي كان وهيجي صار. طبعاً ممكن نقدر نتحكم باللون إذا كان طخ ممكن نقلل شوية من الـ Opacity يكون أجمل. إذا لاحظ أنه الصورة أصبحت جميلة وطبعا متناسقة وكأنما فعلا ملتقطة بهذا الأجواء المطرية. إن شاء الله يكون الموضوع سهل وبسيط. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.